هنشوف دلوقتي فيديو لأول مواطن مصري في العالم أدلى بصوته، ده في نيوزيلندا. على فكرة نيوزيلندا دلوقتي، احنا النهاردة بكرة، يعني احنا نيوزيلندا سبقنا اعتقد بوقت كبير جدا، يعني هم ابتدوا تصويت امبارح الساعة 10 بالليل. يعني شوفوا بقى، هم ابتدوا امبارح الساعة 10 بالليل تصويت، يعني بتوقيت هنا، انما هناك طبعا كان الساعه 8 ونص الصبح او 9 الصبح عندهم. 11 ساعه على ما اعتقد الفرق ما بيننا وما بينهم. فخلونا نشوف كده فيديو لاول مواطن مصري في العالم يدلي بصوته. ممكن تعرف عن حضرتك؟ انا اسمي محمد الانصاري، طبيب اسنان اطفال، مقيم في ولينغتون نيوزيلندا. دكتور محمد، دلوقتي حضرتك اول مصري في العالم بيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه. نقدر نعرف شعور حضرتك ايه؟ فرحان جدا، يعني انا ما كنتش متوقع ان اكون اول مصري في العالم، بس طبعا ده شيء شرف، وانا سعيد جدا ان انا جيت بدري 10 دقائق عشان ابقى اول واحد في العالم. بس لسه اللجنه ان شاء الله هتبدا الساعه 9 يعني. تمام، اول ما تبدا اللجنه حضرتك هتتم التصويت ان شاء الله. طب حضرتك تقدر توجه كلمه كده للمواطنين في مصر أو في الداخل وفي الخارج؟ أنا بقول للمصريين روحوا انتخبوا، الموضوع ما بياخدش أكتر من 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، ودي أمانة ومصر محتاجاكم ولازم تدلوا بصوتكم. شكرا دكتور. عفوا. شفنا ازاي ان ده اول مواطن مصري في العالم يضني بصوته. طبعا حدث، يعني لازم يتعمل معاه انترفيو ويتعمل معاه الجو ده. نيوزيلندا بعيده بعيده بشكل كبير، يعني اخر حته فيها بعد استراليا كمان، يعني دوله بعيده وفرق بينه وبينها 11 ساعه.